يوتيوب. انا رجعت لكم على خير، انا قاهو صدمة كبيرة. على البتاع ده بيشتغل ازاي يا جدعان؟ كان في زرار احمر هنا، بقالي 3 اسابيع ما نزلتش على اليوتيوب. التليفون اتغير ولا اليوتيوب اتغير ولا ايه؟ طب انتوا سامعيني طيب؟ انا هفضل اكلم نفسي كتير؟ طب كح كحه طيب، خدني على قد عقلي وكلمني. طب اعمل اي منظر. طبعا انا عارف ان انا بقالي اسبوعين وداخل على التالت ما بنزلش فيديوهات خالص، وده طبعا لان الكليه ابتدت وكنت بشوف الحوار ايه مع الدكاتره. طبعا انا مش هتكلم عشان ايه، عايز انجح بس والنبي معلش. ما تخافش. لا خاف ما تخافش، بقول لك اخاف. فميعادنا ان شاء الله دايما هيبقى احد واربع وجمعه الساعه 9 بالليل. اتفقنا على 3 حلقات في الاسبوع. اشوفكم السنه ان شاء الله. طبعا كلنا عارفين ان التتار ما كانش خطر عادي، دول كانوا متوحشين بمعنى الكلمه، خصوصا بقى لما هولاكو دخل بالجيش بتاعه لبغداد سنه 656 هجريه. طبعا بداوا يموتوا مئات الالاف ويغتصبوا النساء، وبداوا يسرقوا خزائن الدوله، وكمان قدروا ان هم يقضوا على الخلافه العباسيه لحد ما يجي البطل بتاع النهارده. كمان بطل النهارده يعتبر واحد من اعظم الشخصيات اللي جت في تاريخ الاسلام، ولكن الشيء العجيب ان هو حكم بلاد المسلمين لمده عام واحد فقط. يا شيخ يمين بالله، زي ما بقول لك كده، بطل حكايه النهارده هو سيف الدين قطز. والامام الذهبي لما جه يتكلم عنه في سير اعلام النبلاء قال عنه ان هو كان فارسا شجاعا، كان سائسا دينيا، وكان محببا الى الرعيه. هزم التتار وطهر بلاد الشام في يوم عين جالوت. فيني وبينا كده يا صاحبي، كان سندال ورجوله زي كده بالظبط. ناس كحيانين احنا جاو. بطل حكايه النهارده هو اسمه محمود ابن ممدود ابن خوارزمي شاه. تفقعني انت بقى سؤال وتقول لي يا عم حامد انت مش لسه قايل اسمه سيف الدين قطز؟ اقول لك ما ده هو ده، بس ما تخنقنيش والنبي. اتولد سيف الدين قطز في الدوله الخوارزميه في بلاد خوارزم. الاب اسمه ممدود، وامه كانت بنت الملك جلال الدين ابن خوارزمي شاه، وكان جده من اعظم ملوك خوارزم، بالاضافه ان جده دخل حروب كتير جدا مع جنكيز خان. وطبعا انا جبت سيره جنكيز خان عشان تشوف الحلقه بتاعته اللي انا عاملها على القناه. اسف بس. وبعد ما جبت سيف الدين قطز يدخل معاه كتير مع جنكيز خان، طبعا عايز اقولك ان هو اتهزم في الحرب دي نظرا لقوة جنكيز خان. يتولى الحكم من بعده نجم الدين. قدر فعلا نجم الدين ان هو ينتصر على التتار، ولكن بعدها بفترة للأسف التتار يدخلوا العاصمة ويخطفوا نجم الدين بعد انهيار الدولة الخوارزمية. الكلام ده طبعا كان كله سنة 628 هجرية، ولكن للأسف كان سيف الدين قطز لسه عيل صغير بيشرب لبن نيدو مال. فيتاخد سيف الدين قطز وشوية كمان من الأطفال ويروحوا على مدينة دمشق، وبدأ سيف الدين قطز والأطفال يتباعوا في سوق الرقيق زي العبيد بالظبط، لحد ما يقع في ايد مين؟ ايوه بالظبط، عز الدين ايبك. وطبعا كلنا عارفين ان عز الدين ايبك كان احد امراء مماليك البيت الايوبي في مصر، وبما انه اتربى في بيت ملوك هو اتربى كويس على التربيه الدينيه، كمان اتربى على الحميه الاسلاميه، وكمان اتربى على اساليب القتال، اضافه ان هو اتربى على انواع الاداره وطرق القياده. كل ده كان مخليه عارف يعني ايه خطر التتار، نظرا كمان لان اهله كلهم بلا استثناء ماتوا بسبب التتار. فمن الاخر يا يجيب حقهم يا يموت زيهم يا يطلع يجري زي بالظبط. انا انت بتخليني يعني بتخليني دلوقتي لو معايا خنجرين اجيبهم كده وارشح واحده في قلبي. وبعد مرور الوقت قرر عز الدين ايبك انه يعين سيف الدين قطز نائب للسلطنه. ولما توفى الملك المعز عز الدين ايبك اتولى الحكم من بعده ابنه اللي هو نور الدين علي ابن ايبك، وكانت وظيفه سيف الدين قطز وقتها ان هو ياخد باله من السلطان الصغير. ما معلش يعني الواد عنده 15 سنه، يعني يا دوبك لسه جاي بتوك توك من حضاره التيسير. ولما تولى السلطان الصغير الحكم بدات مصر يجي لها مشاكل من كل حته. ما معلش يعني حته عيل صغير ماسك الحكم، الواد عنده 15 سنه وسلطان لمصر وانت قاعد على التوت وعندك حاجه و20 سنه، قوم يلا اتحرك من مكانك يعني. وبدات المشاكل تزيد اكتر بسبب المماليك البحريه اللي كانوا موجودين في مصر. سيف الدين قطز قال لك ما بديهاش بقى، اي حد هيفكر يهوب نحو الحكم انا هقتله وهعتبره من الخونه. لذلك معظم المماليك البحريه هربوا على الشام، فعلميا وعلى الورق اللي كان بيحكم مصر هو السلطان الصغير، ولكن عمليا والمنفذ الوحيد لكل حاجه كان سيف الدين قطز. لكن المشكله الاكبر ان الطفل دايما عنده 15 سنه بيقول لامه في وسط الحروب يا ماما لو سمحت انا عايز جبنه لبشكري، عايز حته. فامه تقول له معلش يا حبيبي انا خلص الحرب واجيب لك حته لبشكري وبريزيدو بتاع، بس اخلص والنبي. ولا بدا الاعداء يزيدوا اكتر على مصر، فحس سيف الدين قطز ان هيبه مصر هتقل. حته عيل لابس بامبرز مقاس 4 جايب لنا المشاكل دي كلها.
المهم سيف الدين قطز قرر ان هو يبقى الحاكم على عرش مصر، وتولى الحكم في 24 من ذي القعده سنه 657 هجريه. ايوه الكلام ده مكتوب قدامي في الورق. قام قايل للواد يلا يا حبيبي وراك درس في الكتاب في حضاره اليسر، يلا اجري يا حبيبي. طبعا هو ما قالوش كده، بجاود يعني بقى. ولكن لسوء حظه ان هو تولى الحكم قبل ما هولاكو يجي لمدينه حلب بايام. كان نهار اسود، هو ده وقته وانا لسه قاعد يبع الحكم، طب سيبنا استريح. طيب لذلك بدا سيف الدين قطز يستعد للقاء التتار، وبدا يكلم ملوك وامراء الشام اللي حواليه عشان يساعدوهم. والله في اللي كان بيوافق ويساعده وقال لك احنا نخلص من هولاكو ده عشان ايه نرتاح، وفي اللي قال له يا عم احنا ركبنا بتخبط في بعض سيبنا في حالنا الله يصلح حالنا وحالك، انتوا كده كده كنتوا هتموتوا من الضرب، اتضربوا من دلوقتي وخلاص. وخلاص الحرب قربت. لذلك سيف الدين قطز كان محتاج فلوس علشان يشتري اسلحه وعتاد ومؤن للجيش، وبالذات حته السلاح دي لازم نركز عليها. اكيد انت مش هتضرب العدو بصبعك، ما كانش صباع عشومه اديداس هو، ركز معايا والنبي. وبسبب ان سيف الدين قطز كان محتاج فلوس قرر ان هو يفرض ضرائب على الشعب، ولكن كان سيف الدين قطز ماشي بمبدا الشورى. لذلك سيف الدين قطز راح للشيخ العز بن عبد السلام وقال له هل اللي انا عملته ده صح ولا غلط؟ يرد الشيخ العز بن عبد السلام ويقول له لو انت فرضت ضرائب على الشعب لازم كمان تفرض ضرائب على الوزراء عشان الشعب ما يحسش انك جاي عليهم. قال لك والله حلو الكلام ده، وبدا يفرض ضرائب على الوزراء كمان عشان يثبت ان هو ملك مخلص للبلاد. قرر ان هو يبيع كل ما يملك في سبيل ان هو يشتري اسلحه للجيش. الوزراء قالوا واحنا كمان رجاله، والله لا نبيع كل اللي حلت يلا. والجيش بتاع سيف الدين قطز كبر وبقى جاهز بالكامل عشان يحارب. المعلم هولاكو يسكت؟ ما يسكتش. قام باعت رساله لسيف الدين قطز بالبلدي كده معناها هنقرقشكوا يالا. الوزراء بتوع سيف الدين قطز يشوفوا الرساله ركابهم تخبط وبتاع، وقال لك بالصلاه على النبي يا سيف الدين قطز والنبي بينا نجري. لكن روح الملك تظهر عند سيف الدين قطز وقال لهم كالتالي انا هقابل التتار بنفسي. قال لهم كمان ان انتوا بقالكوا كتير بتاكلوا من بيت مال المسلمين، يعني بالبلدي كده حسوا على دمكوا شويه. قال لهم اللي عايز يجي يجاهد معايا اهلا وسهلا بيه، واللي مش عايز يجي ما يجيش بس يشيل ذنب حريم المسلمين اللي هيتيتموا من بعدينا. بدا سيف الدين قطز يبعت رسائل للبيوت المصريه، وبدا يطلب من الشعب في الرسائل دي ان هم ينضموا للجيش لان عدد جيش التتار كانوا كتير قوي. تحس يا صاحبي انك وانت بتحارب التتار ان خلق ربنا كلهم بيضربوا فيك، جايب معاه اسود ونمور وحصنه وفيله وجماء، حاجه ما يعلم بها الا ربنا، اتضرب وانت ساكت. كمان الشيخ العز بن عبد السلام كان بيخطب في الجوامع ان هم ينضموا للجيش، وتقابل الجيشين في المكان المعروف بعين جالوت. كانت المعركة دي بتاريخ 25 رمضان سنة 658 هجرية، والتاريخ ده كان يعادل 3 سبتمبر سنة 1260 ميلادية. تبتدي الحرب والتتار كالعادة بدأوا يفرضوا سيطرتهم على الحرب، وخاصة كان الجناح الأيسر للجيش الإسلامي ضعيف، فلذلك التتار بدأوا يستغلوا الثغرة بتاعة الجيش الإسلامي اللي هو الجناح الأيسر. فبدأ سيف الدين قطز ان يوجه الجيش عشان يسد الثغره دي. واحد يقول لي يا عم حامد هو الموضوع كان صعب قوي كده؟ اقول لك يا صاحبي والله لو اتفرجت على فيلم فول الصين العظيم يونج كان منيم الصين من المغرب، بالك هولاكو بقى اللي كان منيم العالم كله ما كانوش بيصحوا اصلا. ولما سيف الدين قطز حس ان الجيش الاسلامي بدا يخسر خالص قال لك ما بدهاش بقى احنا هننزل نحارب. قام قالع الخوذه بتاعته ورميها، وده دليل على حاجتين اتنين، رقم واحد ان هو مشتاق للانتقام علشان التتار هم اللي قتلوا اهله، الدليل التاني ان هو كان ما بيخافش من الموت، ركب حصانه ومسك سيفه وقال لك ما بدهاش بقى بينا نحارب، يلا يا ابن المرأة اللي مش تمام ارجع يالا. واثناء الحرب احد الجنود بتوع التتار ضرب سهم على سيف الدين قطز، ولحسن حظه ان السهم جه في الحصان فسيف الدين قطز وقع من على الحصان، الحصان مات وسيف الدين قطز عاش. فاضطر سيف الدين قطز ان يحارب على رجله، وبدا الجيش الاسلامي ينتصر على التتار، وكانوا بيحاربوا بمبدا كالتالي مكان ما يوجعكوا هنديكوا. وبعد ما انتصر عليهم ما سابهمش في حالهم، ده جري وراهم لمده اسابيع علشان يطهر بلاد الشام تماما، وبدا يرجع بلاد المسلمين مره تانيه اللي كان التتار خدوها. والاول مره من 10 سنين تم توحيد بلاد الشام ومصر على ايد سيف الدين قطز، وبدا اسمه يتقال في المنابر والمساجد والشوارع. هي المنابر دي برضو مش جوه المساجد ولا ايه؟ انا بزود كلام ليه؟ عماله لت وعجل كتير ليه؟ وكان من ذكاء سيف الدين قطز ان رجع بعض الامراء الايوبيين في بلاد الشام عشان ما يحصلش فتنه هناك، لحد ما تيجي اللحظه المحزنه في ام الحلقه دي، وهو لحظه موت سيف الدين قطز وازاي مات. الروايات كتير في الموضوع ده، لكن الرواية الأكثر شهرة إنه مات بسبب الغدر، مات بسبب صاحبه. يا صاحبي اللي كنت فاكرك صاحبي، مش عايز أقول اسمك عشان الآلاف اللي بيتفرجوا علينا بس، وعهد الله ما اشوفك في الكليه الاضرابه. الروايه بتقول ان هو وراجع مصر كان معاه جيش كبير، فبعت جزء كبير جدا من الجيش للعاصمه، واتبقى معاه شويه صغيرين، فبداوا يعملوا عليه مؤامره لحد ما قتلوه، وده كان بسبب صاحبه. يوم السبت في 16 من ذي القعده سنه 658 هجريه ينال الشهاده.
وبكده للاسف سيف الدين قطز يتعرض للموت. حابب اخليك تركز على نقطه معينه يا صاحبي، وهو ان معظم الشخصيات العظيمه دايما بتموت بسبب الغدر، لانك ببساطه وش الوش مش هتعرف تكلمه. وفي نهايه الحلقه حابب ان انت تعمل اشتراك وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو وافتح الديسكريبشن شوف الحلقات اللي فاتت. كمان تقدر تتابعني على الفيسبوك والانستجرام وتويتر، هتلاقي اللينك بتاعهم تحت في الديسكريبشن. روح موت من الضحك هناك. وبس كده، اشوفكم في حلقه جديده في قناه جديد. سلام. هو البتاع ده يا جدعان معلش، بس هو ده اليوتيوبر ابو فلاح اللي في الكويت ده، ولا ده بشبه عليه، ولا ايه بالظبط؟ مش فاهم.